بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات، تتواصل المنافسات في عاصمة الميادين من تحت ظن هذه الشعارات وهذه التحديات الجميلة. إذن الشوط العاشر الخاص بفئة البكار المهجنات الأصايل من مسافة 8 كيلومترات هي مسافة هذا الشوط، مباشرة مع المركز الأول ومع مقدمة الشوط الطيارة من تحتل المركز الأول. الطيارة من تنطلق بمقدمة هذا الشوط تعود ملكية الطيارة سلطان بن طارش بن مبارك بالقوبع من يحتل المركز الأول، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات محبوبة من تنطلق مع المركز الثاني تعود ملكية محبوبة مبارك بن محمد بن مبارك الأخيلي، بينما المركز الثالث وصلت الجوهرة بهذا الشعار الكبير، هذا الشعار المتميز محمد بن حمد بن سليمان الجبرين من يتقدم مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث، المركز الثالث هذه اللحظات السباح السيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري من ينضم مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع مشاهدينا ومتابعينا الكرام نتابع رابع التحديات في هذه اللحظات. المركز الرابع تصل ندى بشعار رايد بن سعيد بن محمد الصيعري من ينضم مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الكرام تصل نشمية مع خامس التحديات السيد سحمي بن سعيد بن فلاح الأحبابي، بينما المركز السابع في هذه اللحظات سابع المراكز والقادمة الفاتنة بشعار ناصر بن عبيد بن يزرب العامري مع المركز السابع والثامن المراكز في هذه اللحظات. هنا السباح السيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري من يصل مع المركز الثامن والتاسع المراكز بطاشة من تحتل المركز الثامن بشعار محمد بن راشد الضحاك المنصوري مع ثامن التحديات، بينما المركز التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام من تصل في هذه اللحظات نجود مع المركز التاسع تعود ملكية نجود، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات 13 للسيد محمد بن راشد الضحاك المنصوري من بدأت بالانطلاق في هذه اللحظات. أيضا هنالك أسماء قادمة، أسماء آتية إلى مقدمة الشوط، لكن محبوبة من تواجدت مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي من ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني الجوهرة لازالت مع ثاني المراكز بشعار محمد بن حمد بن سليمان آل جبرين. المركز الثالث الطيارة من تحتل المركز الثالث سلطان بن طارش بن مبارك بالقوبة من يصل مع المركز الثالث ورابع المراكز. هنا بطاشة أيضا القادمة مع المركز الرابع للسيد محمد بن راشد الضحاك المنصوري مع المركز الرابع وخامس المراكز. هنالك الفاتنة من تحتل المركز الخامس ناصر بن عبيد بن يزرف العامري من يصل مع المركز الخامس، ولكن نعود مع المركز الأول، نعود مع محبوبة مع المركز الأول، محبوبة مع مقدمة هذا الشوط مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي من يقدم لنا محبوبة مع المركز الأول مع هذا العرض الجميل وهذا العرض المميز في هذه الفترة الصباحية، بينما المركز الثاني وصلت الفاتنة. الله يا الفاتنة، الفاتنة قادمة مع المركز الثاني ناصر بن عبيد بن يزرب العامري من يصل مع ثاني التحديات. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، وهنا محبوبة مع المركز الأول، محبوبة مع المسار الأول، وهنا مبارك بن محمد بن مبارك الخيري من يسيطر على مجريات هذا الشوط. المركز الثاني الفاتنة من تحتل المركز الثاني ناصر بن عبيد بن يزرب العامري. المركز الثالث وصل شعار محمد بن حمد بن سليمان الجبرين يقدم لنا الجوهرة مع المركز الثالث. أيضا المركز الرابع هناك بطاشة لسيد محمد بن راشد الضحاك المنصوري، وخامس المراكز الشاهنية راشد بن حمد بن مطر الشامسي من يصل مع المركز الخامس، ولكن نعود
نعود مع المركز الأول، نعود مع المقدمة. الله يا الفاتنة، انطلقت الفاتنة بكل قوة وبكل جدارة. ناصر بن عبيد، من يزر بن عامري، من يتجه إلى المنصة الرئيسية بكل قوة وبكل جدارة. الله يا الفاتنة، المركز الثاني محبوبة، محبوبة مع المسار الثاني، محبوبة مع التحدي الثاني بشهر. مبارك بن محمد بن مبارك الخيالي، ولكن مقدمة الشوط ولكن الفاتنة. الله يا الفاتنة، هذه الفاتنة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا العرض الجميل والعرض المميز. تهانينا تهانينا والناموس لسيد ناصر بن عبيد بن يزرب العام، يا يعني فوز الفاتنة بالمركز الأول واللحظات الأخيرة. تهانينا تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني وصلت محبوبة. مبارك بن محمد بن مبارك الخيل المركز الثالث، 18 محمد بن راشد الضحاك المنصوري المركز الرابع، بسيد محمد بن حمد بن سليمان الجبرين، وخامس المراكز وصلت الشاهنية لسيد راشد بن حمد الشامسي. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا تهانينا والناموس لسيد ناصر بن عبيد بن يزرب العامري على فوز الفاتنة بالمركز الأول. قطعت مسافة 8 كيلومترات في زمن وقدره 13 دقيقة 9 ثواني و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني وصلت محبوبة توقيت الزمني 13 دقيقة 11 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس السيد مبارك بن محمد بن مبارك الخيالي، بينما المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث 13 السيد محمد بن راشد الضحاك المنصوري، التوقيت الزمني 13 دقيقة 12